والآخرون علماء الرواية والدراية، يعني فقهاء الحديث الذين يروون الحديث ويستنبطون منه الأحكام ويذكرون فقه الحديث كالبخاري ومسلم ومالك وأحمد، هؤلاء فقهاء الحديث، حفاظ وفقهاء. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهؤلاء فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل غيث أصاب أرضا أجادب أمسكت الماء فارتوى الناس منها وشربوا. هؤلاء هم الحفاظ أمسكوا الحديث ورووه وحفظوه، ومن احتاج إلى دليل يرجع إلى ما دونوه وما جمعوه فيأخذ منها، مثل الجابية اللي تحفظ مياه السيول، يردها الناس بدوابهم وبأوانيهم ويرتوون منها، هذا مثل حفاظ الحديث تماما. والطائفة الثانية: أمسكت الماء وأنبتت الكلى، وهذا مثال لفقهاء الحديث الذين حفظوا الحديث وأمسكوه واستنبطوا منه الأحكام، هذا إنبات الكلى. فشرب الناس ورعوا، هذول أحسن من الطائفة التي قبلها. وأصاب طائفة ثالثة: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ذلك مثال من لم يقبل هدى الله ولم يرفع بذلك رأسا. فالناس ثلاث أقسام: أجادب لا تنبت لكنها أمسكت الماء، هذا الحفاظ. أرضا خصبة أمسكت وأنبتت، هؤلاء هم الحفاظ الفقهاء. طائفة ثالثة ما فيها خير، لا تنبت ولا تمسك ماء، هذا مثل المنافقين والذين لا خير فيهم، نعم، الذين لا يرفعون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا، نعم.